هذه السفاره ديال الدوله الاجنبيه في بلادنا وما احترمتش الهيئات الحقوقيه المناضله والقوى الديمقراطيه. جينا للسفاره الامريكيه لانه في اطار دعم الشعب السوري، حنا كنعرفوا بانه بالاضافه للحصار اللي كان مفروض عليه شحال هذه وهذا الزلزال اللي وصلوا اليوم اللي وصلوا في هذه الفتره هذه، فللاسف واحد العدد ديال السوريين ما وصلوش لهم فرق الانقاذ وما وصلش لهم الالات اللي نقدوهم من الانقاض، وهذه جريمه ترتكبت في حق السوريين لانهم ماتوا عديد منهم تحت الانقاض ما وصلت لهمش المساعدات. علاش ما وصلتش المساعدات؟ لان هناك واحد القانون اللي هو قانون قيصر اللي هو قانون من طرف واحد ديال الولايات المتحده الامريكيه فرضه على الشعب السوري ككل وفرضه بارادتها هي وليس بقرار ديال الامم المتحده. فاليوم جينا كحمله شعبيه نسلموا رساله للرئيس الامريكي بايدن تنأكدوا فيها انه كنرفضوا قانون قيصر وكنطالبوا بالاسقاط ديالو وكنعتبروا هذا القانون هو جريمه وانه جريمه في حق الشعب السوري وان عدم وصول المساعدات ادى الى العدد ارتفاع عدد ديال 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 القتلى من جراء الزلزال، وبالتالي هذه الجريمه هذه كنرفضوها كشعب مغربي. ملي قدمنا لهم الرساله للاسف انه خلاو غير واحد من الوفد اللي يدخل، ثم رغم انهم تعاملوا معنا باحترام ولكن رفضوا يديروا لنا التوقيع على النسخه لانهم توصلوا ورفضوا على انه الاقتراح اللي درنا لهم وانه كنتعاملوا طبعا كنعطيو رسائل مماثله للسفارات مختلفه في قضايا مختلفه، فما تيكونش الاستقبال بحال هكا، تيستقبلوا الوفد وكندخلوا لداخل وتنقراو الرساله وتنسلموها وتنتوصلوا بالوصل وتنمشيو بحالنا، لكن التعامل اليوم فهو كان مجحف لانه رفض يستقبل الوفد، استقبل واحد فقط، سلمنا الرساله ورفضوا يعطيونا نسخه وغادرنا، وبالتالي خرجنا امام السفاره وقرينا الرساله كيف شفتوا المضمون الرساله تيقول كنرفضوا قانون قيصر، كنعتبروا الولايات المتحده وجودها في سوريا هو احتلال، كنعتبروا ان سرقتها البترول السوري هو جريمه، كنعتبروا ان هذا الحصار اللي مضروب على الشعب السوري هو جريمه منذ مده ولكن اليوم ساهم في ارتفاع عدد القتلى من جراء كارثه الزلزال. كنحضروا اليوم يعني مجموعه من الجمعيات الحقوقيه اطارات مناضله في الحق الحقوقي بالمغرب الى سفاره الولايات المتحده الامريكيه بالرباط، والسبب او الهدف من هذه الزياره هو تسليم رساله الى سفير الولايات المتحده الامريكيه بالرباط موجهه الى رئيس الدوله ديال الامريكيه. الرساله هي عباره على تعزيه للشعب السوري والتضامن ايضا. طالبنا من خلال ذيك الرساله بإلغاء ما يسمى بقانون قيصر، وهو قانون اللي فرضته الولايات المتحده الامريكيه على سوريا. نقول للولايات المتحده الامريكيه بانه راه ما فرضتوش على النظام السوري وانما فرضته على الشعب السوري. سوريا اللي تاريخيا وحضاريا عندها تاريخ ربما اعمق من الولايات المتحده الامريكيه، الان كنشوفها بانه تقسم اراضيها ويقتل شبابها، وايضا خاصه من خلال بعد هذا الزلزال العنيف اللي ما شفناش ذاك التضامن اللي شفناه مع اوكرانيا. يطلبوا منا اننا نحطوا الرساله ونمشيو بحالنا بدون ما يحقونا حتى لاكوزي ريسيبسيون على الرساله ديالنا.